أصبحت تشكل عنصرا هاما في الاقتصاد الوطني، علما بأن عدد الفلاحات الحائزات بطاقة فلاحة قد وصل حاليا إلى ما يزيد من 60,000 امرأة. فمن خلال البرامج التي يتم تنفيذها ميدانيا، لا بد من التذكير من استفادة ما يزيد عن 8,000 امرأة ريفية من وحدات لتربية الحيوانات إلى غير ذلك. كما شاركت المرأة في دورات التكوين والتدريب، فإن عددهن الإجمالي 17,000 امرأة، ناهيك عن تكوين أكثر من 200 مرشدة فلاحية لمرافقة النساء الريفيات. وفي نفس السياق استفادت العديد من النساء الريفيات من دورات تكوينية متخصصة.